من اكتر من سنتين كنت عملت ريفيو للهوندا السي ار في الكومفورتبل ران اباوت فيكل لو فاكرين، وكنت سميت الفيديو ايه قاتله السيدان، لان العربيه دي اتسببت ان المصنعين الكبار يهتموا اكتر بالاس يو فيز لانه كانوا بيبيعوا اكتر لسبب نجاح العربيه ويهملوا السيدانز خالص. تمام، النهارده معانا السي ار في 2.0 الجيل السادس، دي اللي هتخلص على بقيه السيدانز في العالم بقى ان شاء الله. يا للاسف، تعالوا نشوف ايه حكايتها، يلا بينا. بالنسبة لتمن العربية دي، موديل 23 الاول ويل درايف ال 1500 تيربو، فبتتكلموا في 2.25 مليون تقريبا. مواصفة العربية الاس يو في دي طولها 4.7 متر بالظبط، و2.7 دي قاعدة العجلات. العربية طولها مشابه قوي للتيجوان اللونج ويل بيس اللي احنا ما بنشوفهاش في مصر، اللي منتشرة جدا في شمال امريكا. والعربية دي عشان تبقوا عارفين الاي اكس ال التريم بتاعها ده، العربية دي من امريكا فعليا، وتقدروا تعرفوا من الغمازات الاشارات الصفراء اللي بتبقى محطوطة حسب القانون الامريكاني على الفانوس الامامي. وبنتكلم في الموتور ال 1500 التربو اللي بيولد 188 حصان و 242 نيوتن متر، بيدفع العجلات الاربعه اول ويل درايف، ولكن التحيز للامام من خلال ناقل الحركه بتاعها السي في تي. الوزن ما لقيتش حاجه دقيقه للاول ويل درايف، غالبا اتقل، بس بنتكلم في طن 583 طن 600 في الحدود دي. التعليق الامامي بتاع العربيه ماكفيرسون، والخلفي منفصل مالتي لينك. تصميم العربيه من قدام، فاخدت الخطوط بتاعت السيفيك بالظبط الجيل ال 11. هم خدوا بالكم الاجيال بتاعت السيفيك والسي ار في بيشتركوا في حاجات كتيره جدا، يعني اعتبروا السي ار في هي النسخه المرفوعه من السيفيك، ده اقرب تشبيه ليها، ولكن على ابعاد الاس يو في، فواخدت الخطوط الراسيه كلها الحاده جدا اللي بتشوفوها في السيفيك، بدايه من الحته الكروم دي كمان عجباني قوي، شايفينها؟ اوكي، كروم هنا وهنا، ده رادار، واخدين بالكم عشان كده هو ورا العلامه، يعني ما فيش حاجه بارزه هنا. الرادار، العربيه فيها رادار امامي، والكروم مكمل عندي في الحته دي، اوكي عجباني. الشبكه برضو فيها الاسود الجديد ده، لكن النهارده يوم مطرب عشان كده اتطربت على طول. وهنا في فتحات حقيقيه صغيره قوي من الجنب شايفينها، ومن هنا في فبر من تحت. الشكل لو بصيتوا عليه الاجمالي فهو احلى بكتير من الجيل اللي فات، لان انا بتعجبني السيفيك الجديده، ودي اخذت نفس الخطوط اللي بقت راجل. لو بصينا بقى على الانوار، الانوار طبعا ال اي دي كلها من قدام، والمنظر الامامي بتاعها اتحسن كتير، وعجباني كمان لو شفتوا الحته دي، عجباني الحته دي، يعني الجزء العالي اللي من هنا ده عاجبني، ان النور داخل في الحته دي، شكلها حلو اجمالا، وبقت زي ما تقولوا من قدام انشف واس يو في اكتر من الجيل اللي فات. موتور العربية على مساعدين، لما بيبقى الجو هاوي يا جماعة المساعدين دي بتفرق قوي، من غير مساعد أنا والكبوت بنطير وإحنا بنفتحه. موتور العربية اللي شفناه في كذا عربية، شفناه في السيفيك لو فاكرين الجديدة، وشفناه في الهوندا أكورد، موتور هايل 1500 تيربو وبيولد 188 حصان، هم 190 بي اس و 242 نيوتن متر، بيدفعوا العجل الاربعه من خلال السي بي تي. طبعا الموتور بالعرض والتحيز في الدفع للعجل الامامي، لكن يقدر يوصل العزم التورك سبليت اللي بيسموه 50 50 للاكس الخلفي. موتور بسيط واعتمادي، واهم حاجه عندي مساعدين، بس ما عنديش عزل هنا، لكن عندي الحته دي، واخدين بالكم الكاوتشه دي اللي بتنزل تغطي مدخل الهواء عشان توجه الهواء ليه اكتر. من الجنب زي ما انتم شايفين اخدت نفس الخطوط الحاده بتاعت السيفيك الجديده بالحرف، فعندي خط كتف قوي جدا جايلي من نص الفانوس بالظبط، ماشي هنا بطول العربيه كلها، وبيطلع يقابل ايه بقى عندي من قدام، بيقابل الكبوت، وتحتيه الحته الكروم اللي كانت عجباني من قدام زي ما انتم شايفين، فالديزاين متجانس قوي في الحته دي. لو بصينا بقى بالمره بما ان جينا هنا، إيه عندي فبر طبعا في كل حته في العربيه، وعندي العاكس الاصفر ده اللي تعرف انها امريكاني على طول. كاوتش العربيه زي ما انتم شايفين الجنط بالاسود حلو عادي مش زياده، 235 60 18 بوصه، والفبر مكمل في العربيه. المرايه برده طايره، وعندي كومفورت اكسس طبعا بصمه على البيبان، ولكن بصوا على ضخامه العربيه بالذات من الباب الخلفي، تعرفوا ان العربيه دي كبيره. المتوسط الاس يو في الكومباكت طولها 4.5 متر، في حاله العربيه دي 4.7 متر، بتتكلم في 20 سنتي تقريبا اقل من الشبر بتاعي. وخط الازاز بقى برده حاد جدا، ولكن بقى فيه شبه كبير من ايه؟ الخطوط كلها العامه بتاعت العربيه من التيجوان اللونج ويل بيس برده، لانها قربت لها اكتر من الجيل اللي فات.
مفيش شك العربيه شكلها جذاب وفيها قوه بتاعه الاس يو في، فحاسين المنظر من الجنب. ما عنديش روف راك، عندي فتحه سقف، وعندي شارك فين انتنا مع السبويلر اللي جاي لي من ورا. الظهر برضو ظبط في العربيه، الشكل كله اتحسن للاسف. انتوا عارفين قاتله السيدان بتتحسن يا جماعه. برضو حافظه على نفس نوع النور اللي بتلاقيه في الفولفو، لكن كسروه المره دي وعملوا فيه تغيير في الحته دي. اوكي شايفين، والال اي دي حلو جدا، ولكن للاسف بخلوا خلوا الاشاره عاديه مش ال اي دي، كانوا كملوا جميلهم يعني. لكن الخط العام فيه تشابه مع الفولفو ومع السي ار في، بس بقى اكتر للفولفو. لكن عجباني الحركه اللي عملوها في الاناره. الظهر بتاعها شكله عادي، لكن الاناره ظبطاه برضو حلو قوي لانها مكمله في الحته تحت الخط دي، فيهاش غير كاميرا واحده بس. وهنا الحته الوحيده اللي تعرف ان العربيه اول ويل درايف من الستيكر السفيف اللي محطوط هنا. زمان كانوا بيحطوا هنا اول ويل درايف، بطلوا. اوكي، وعندي السبويلر اللي فيه الاشاره الفرامل الثالثه من تحت، مش مهتمين خالص بفتحات شكمان، واحسن بالمره. انا ما بحبش لا يعملوا حاجات فيه، خليها كده احسن. اوكي، بالنسبه لشنطه العربيه، فشنطه العربيه كهرباء، واحده من اكبر مميزات العربيه دي. يا طبعا شفتوا كهرباء، شنطه العربيه ضخمه بشكل رهيبه، واحده من اكبر الشنط اللي ممكن تلاقيها في اس يو فيز، برضو كبيره جدا ما بتخلص. تقدر تنزل الكراسي من هنا زي ما انتم شايفين من هنا، وكمان اغير الزاويه. بصوا، اوكي ممكن اجي للناحيه الثانيه. استنى يا جماعه، كنت هقع. اوكي بغير الزاويه برضو من الحته دي. من هنا عندي مخرج 12 فولت وال اي دي ونور ال اي دي ومكان تعليق. شنطه ضخمه جدا. برضو عندي الفولس فلور، وعندي الجنط المؤقت بالعده بتاعته، وده برضو بيعلى ويخش في المكان الاعلى. الحقيقه شنطه رهيبه، واحده من مميزات العربيه. تخيل العربيه دي عربيه عائليه، ان مقاسها كبير وشنطتها كبيره. خلاص انا زهقت من العربيه دي. طيب قبل ما نشوف المساحات، بصوا فتحه الباب، الباب تقريبا بيفتح 90 درجه، فكمان بيسهل الدخول للعربيه، يعني بيخلي الدنيا لذيذه. تعالوا نشوف المساحات الاول في الباب. هنا كمان الباب والمواد بلاستيك. لقيت هي عيب اهو، بلاستيك من هنا بلاستيك، وهنا جلد، ومن تحت بلاستيك. مساحه التخزين تاخد الازازه اللتر الاكبر، بس مش اكتر، المساحه مش كبيره قوي، ما هياش غويطه. تعالوا نشوف المساحات من جوه عامله ايه. عربيه كبيره كبيره تمام المساحات فيها، يعني بصوا 2.7 الويل بيس. انا قاعد في مكان برح جدا، غير ان انا اتطربت من التراب، العاصفه الترابيه بتاعت النهارده. وفرش العربيه دي جلد زي ما انتم شايفين. عندي من هنا مسند في كاب هولدرز بترشق فيهم، ولكن ممكن اغير الزاويه كده. كده نمت خالص يا جماعه. حلو اي برضو تغيير الزاويه مريح، لكن ده ما بيتحركش، ده ثابت. لا مفيش حاجه بتحركه، بدور على اي حاجه تحركه. لا مفيش حاجه تحرك. عندي هنا مساحه تخزين مش موجوده هنا، حاجات غريبه كانوا حطوها هنا كمان بالمره. عندي مخرجين تكييف زي ما انتم شايفين، مفيش يو اس بي، العربيه دي مش نازله بيو اس بي خلفي، وده انتقاد مش قليل. اوكي، وهنا طبعا عندي الحته بتاعت الانوار ال اي دي العاديه، بس مفيش يو اس بي خالص في عربيه عائليه من ورا. انا دي مش سبيكت باليو اس بي، اكيد ممكن تجيب منهم سبيكت باليو اس بي الخلفي يعني اكيد. ولو بصينا على العربيه من قدام، فاخدت نفس المعامله بتاعت السيفيك بالظبط، لكل حاجه على صف واحد. المواد من هنا كويسه طبعا، سوفت، من هنا سوفت برضو، وزي ما انتم شايفين مخارج التكييف مستخبيه ورا الشبك ده عشان ما تبانش، فشكلها حلو جدا، كنت علقت عليها قبل كده. اوكي، تقدر تفتح وتقفل الافتعه من هنا، حلوه الحركه دي جدا. والشاشه الطايره، عجلة القيادة الثلاثة سبوك اللي فيها برضو بيانو بلاك وكروم، من تحت صاحب العربية مركب لها الحتة دي. هنتكلم على الشاشات بسيطة، ولكن أكتر حاجة بحبها في العربية دي إيه؟ إن فيها التكييف برضو زي السيفيك الجديدة، ببكر واضح جدا هنا، ونوعية الكليك بتاعته حلوة جدا، وتقفل وتفتح من هنا بالشاشات اللي طالعة لي بدرجة الحرارة. والسينك هنا 2 زون زي ما أنتم شايفين، وفي تدفئة كمان للكراسي الأمامية زي ما أنتم شايفين في الحتة دي. من تحت هنا بقى عندي مخرج يو اس بي حديث سي، واليو اس بي العادي و12 فولت، وحته بتاعت وايرلس تشارجنج. هنا عندي الدرايفنج مودز اللي ما فيهاش غير نورمال وايكو وسنو، والسبورت مود بتجيبها من ناقل الحركه السي في تي، وطبعا في الال من هنا، فرامل الكهرباء والبريك هولد. من هنا عندي 2 كاب هولدرز. اوكي، ومن هنا عندي مكان تخزن فيه المفتاح. الدرج ده كبير كبير. اوكي، وفي كده رف تقدر تحركه من هنا لهنا، فحلو الحركه دي.
والمفتاح بتاع العربيه كالعاده يعني عادي بزياده، لكن الانتيرير كله على بعضه حلو وبقى بسيط وعجبني كله على بعضه. من فوق عندي حته بتاعه النضاره، الانوار ال اي دي، ودي كهرباء بتعمل اوتو ديمينج طبعا. درج التابلو مقاسه مش كبير قوي لكن مقبول، بس مش بتبطن. والكراسي زي ما انتم شايفين كلها، والانتيرير كله حلو بالكراسي الجلد. شاشة الترفيه في العربية، ففيها برضو زراير هنا فيكست هوم وباك ودول تاتش، وبرضو فيها ثلاثة يعني بيجز، ثلاث صفحات، والتعليق والتوطية من هنا ثابتة، وتغير التراكات من هنا. فحلو ان هم محافظين على الزراير هنا اكيد، ولكن بالظبط زي السيفيك كويسة وسهلة الاستخدام وواضحة جدا ولكن بدائية اكيد. فيها ابل كار بلاي وايرلس، وبص على الفييكل سيتنجز، الاعدادات بتاعت العربية، تي بي ام اس، فيها تي بي ام اس طبعا، درايفر اسيست سيت اب، فيها بقى حاجات كتيره هنا، التحذير من الارتطام الامامي، الادابتيف كروز كنترول اللي بيحافظ على المسافه، الرود ديبارتشر دي مهمه قوي لما تطلع من الشارع بترجعك، واللين كيب بتحافظ على الحاره زي ما انتم شايفين وتقرا علامات الشارع. فيها طبعا حبه حاجات حلوه، وكمان تاخد بالها من الانتباه، مستوى الانتباه بتاع السائق. فدي مليانه فانكشنز. ندوس باك بقى من هنا عشان نشوف ميتر سيت اب. طبعا هنا العربيه امريكاني، ولكن صاحب العربيه عامل كل حاجه ايه، قلبها النظام اللي احنا متعودين اكتر عليه. درايفر بوزيشن، فيها طبعا كراسي ميموري اون واوف، اوكي، سيت بوزيشن موفمنت اند انتري اكزيت، ده اللي بيسموه كومفورت اكسس، ان الكرسي يرجع لك لو انت مقربه قوي ويرجع في مكانه تاني. بتهيألي المفروض يخليها اون، بس ما علينا، لا هنشيلها له، عيب عيب، ما نتدخلش احنا، خليها ايه اوف يا جماعه. اوكي وباك، اوكي، النظام سهل جدا وواضح. دي ميزته، يعني كان ممكن اعمله اكتر. الانوار، كيلس انتري، باور تيل جيت، مينتننس انفو طبعا، دور ويندو سيت اب، البيبان بتقفل ازاي، وتعمل لوك لما تمشي من العربيه لان فيها برضو بتحس بالمفتاح العربيه جنبها. كاميرا الرجوع، تعالوا نشوفها. كاميرا الرجوع نقائها مش حلو الحقيقه يعني، ولكن تقدر تغير الزاويه بتاعتها، وما فيهاش غير كاميرا واحده بس رجوع، لكن فيها حساسات حوالين العربية، لكن كاميرا الرجوع لا متواضعة شوية أكيد. وإيه تاني عندي بقى؟ أوكي نرجع هنا، باك، باك كومبس، أوكي حلوة، سمارت شورت كاتس، اف ام، راديو، الابس كلها اللي في العربية. النظام واضح قوي وسهل الاستخدام، دي ميزته الحقيقية، زائد إن هم محافظوا على التكييف تحت، فدي برضو ميزة كبيرة. لو اتفرجنا على لوحة العدادات اللي قدام السواق، فزي ما انتوا شايفين فيها جزء ده ديجيتال، والجزء الثاني ده اللي هو عداد السرعه بالميل مش ديجيتال. انا في رايي كانوا كملوا جملهم وخلوها كلها ديجيتال زي ما كل المصنعين النهارده بيعملوا. اوكي، ايه اللي عندي في الحته دي؟ عندي في الجنب ده الشمال اقدر اغير الحاجات اللي انتم شايفينها من هنا، والحته بتاعه العزم وتوزيعه ازاي، هو طبعا 50 50 اقصى حاجه، والتحيز لقدام. نقدر نيجي نشوف بقى الحته بتاعه الرحله، رينج اند فيول، نشوف المدى والرحله. الاستهلاك 7.4 للرحله اي، الرحله بي الاكبر 9.4، لسه العربيه عامله 1000 وحاجه كيلو، 1083، فممكن ده ينزل، لكن 7.4 ده اقرب للمتوسط الكويس. ولكن النظام سهل الاستخدام جدا، وان كان ممكن كانوا عملوا اكتر من كده بكتير. ولو غيرت الانماط زي ما اتكلمنا عليها، ده نورمال، ايكو، ايكونومي، وسنو ده وانت في ظروف تلجي سيطر اكتر على التراكشن بتاع العربية. تعالوا نجرب السي ار في في جيلها السادس. انتوا عارفين العربية دي كمان بتتصنع في الصين، واللي بيصنعها شركة جي اي سي. النهاردة الهواء جامد جدا جدا، فمش قادر اولع التكييف، بس دايما بتعجبني البكر الثابت دول، بيعجبوني جدا بدل ما بيتحطوا في نظام الترفيه. اكيد اسهل قوي، نظام الترفيه سهل، وابل كار بلاي وايرلس، ودي ميزه حلوه. وانا حاليا حاطط التليفون ده بشحنه في الحته الوايرلس، وبيشحن كويس، بس في زرار اون واوف. اوكي، وعلى طول اول حاجه عملتها بصوا على طول بتحافظ على العربيه في الحاره، بس قالت لي ايه، خلي ايدك على عجله القياده على طول. عملتها كويس وبتقرا علامات الشارع. زي ما انتم شايفين درجه الحراره صاحب العربيه مخليها بالفارنهايت، درجه الحراره الخارجيه. اوكي، رود ديبارتشر، واخدين بالكم، بتاخد بالها كمان من الخروج من الشارع. هسيبها كمان شويه بقى نشوف اللين كيب. ايوه، رود ديبارتشر ميتيجيشن اكتيفيتد،
تحس ان انت داخل في حاله حربيه. اوكي اوكي انا بستفزها على الاخر وما بتعملهاش كويس قوي، رجعتني قوي المره دي بزياده. خلينا ماسكين عجله القياده بيشتغلوا كويس، بس طبعا لما بتزود السرعه الزاويه في التوجيه بتفرق قوي. عربية السيفتي فيتشرز فيها هايلة مش هنتكلم عليها خالص خالص، وزي ما قلت لكم واحدة من أكتر مبيعات الاس يو فيز في أمريكا، أكبر سوق لغاية النهاردة مازال أمريكا. طيب الكمفورت بتاعت العربية هايلة، التعليق بتاعها منفصل، والكاوتش مش مبالغ فيه 18 وفي 60 في الجنب، فالعربية مريحة جدا. المرايات الجانبية صغيرة شوية يعني تطلع مناسبة أكتر للسيدان، والمراية الخلفية والرؤية الخلفية لا كويسة، حتى لو حد طبعا في النص قاعد بالذات ما هيقفلها لي، ولكن الرؤية الأمامية كويسة. والقايم ده مش مضايقني، هي بتنزل ببلايند سبوت العربية، لكن دي برضو مش نازلة بلايند سبوت، كانت تبقى لازم تنزل ببلايند سبوت وكاميرات 360 كانت تبقى ألذ. عزل الصوت على السرعات دي هايل، ما فيش حاجة تقريبا، رغم ان صوت الهواء برا عالي، الا ان يمكن اكتر حاجة سامحها هي صوت الكاوتش. المرايات الصغيرة مش مقصرة جدا، ولكن طبعا لازم تدي اشارة على طول عشان الانظمة بتاعت اللين ديبارتشر تقف وما تتدخلش في العربية، طبعا بالاضافة للادابتف كروز كنترول اللي هو اوبشن حلو جدا. الكرسي مريح تمام يعني ما عنديش اي شكوى منه، وبرضو ساند على جلد، فالقعدة كلها على بعض مريحة. في الملفات الاول ويل درايف سيستم، نجيب لكم المنظر بتاع الاول ويل، ايوه كده عشان نشوف العزم. توجيهها كويس اوكي، زي ما انتم شايفين التحيز للامام لو بصيتوا على لوحه العدادات في الحته دي، والمود اللي احنا حاطينها فيها هي نورمال. عربيه كويسه قوي بالذات لما بتبقى اول ويل درايف، بتدي لك ثقه اكتر كمان في الملفات. كنت عايز اطلع فيها القطط الفطسه، مش عارف يا جماعه، مش عارف. نفسي نفسي اوكي. في الملف الثاني توجيه حلو قوي، وبرده مع الاول ويل درايف لما بتزود بتدي لك شويه عزم من ورا، سويتها حلوه. لو حطيتها في النورم المود الرياضيه كده، احنا حطيناها في المود الرياضيه، انا اسف، نورمال دي بتاعت الدرايفنج مودز الثانيه اللي هي يا نورمال يا ايكو يا سنو، خلينا نورمال وحطيناها كده. هي دي اتلخبط شويه، المفروض كانت تبقى تطلع لي اي حاجه تقول لي سبورت، الاس بس هي اللي عملناها سبورت. بتعلي عدد لفات الموتور اكتر شويه، ولما بتزود قوي توصل للارقام دي في عدد لفات الموتور بتسمع صوت الموتور، ولكن الاوفرول عزل بتاع العربيه جيد جدا. كمان تعالوا نشوف المطب، والتوجيه كويس قوي. العربية طبعا فيها استابلايزر بارز على الاكسين، ده مفروغ منه، ومازال عزل الصوت كويس قوي في العربية رغم الهواء العالي. المرايات الصغيرة فايدة انها ما بتلعبش دور هواء كبير حواليها يعني. السي في تي كويس قوي بتاع هوندا، طول عمري بقى الواحد بيشكر فيه، ما فيش اي من اي مشاكل، والبيك اب كويس. الحاجة الوحيدة اللي كنت بنتقدها دايما في فرامل هوندا هي الطنابير، اللي لما بتفرمل فيها بتفرمل عليها كتير بتسخن بسرعة، فتبتدي ايه تعمل لك كده شوية رجرجة وانت بتفرمل، هتبان في تجربة الفرامل مع التسارع، لكن لغاية دلوقتي برضو مش باينالي. اوكي السي بي تي، السي بي تي بتاعهم كويس جدا، هو وتيوتا دول اللي ممكن الواحد يعيش معاهم على طول، والثبات مع السرعة عشان فيها all wheel drive، والتعليق معمول هايل في العربية، طري شوية بس هي عربية عائلية مش اس يو في رياضي، فبتعمل اللي عليها بالظبط واكتر كمان. انا حزين مع الفرامل، لغاية دلوقتي ما رجرجتش الفرامل بتاعتي. كانوا كملوا الشاشة ديجيتال بس بتهيألي دي يمكن كانت اكتر حاجة تفرق معايا، عشان كملوا جميلهم ليه يعني، ليه البخل، دي حته بخل صغيره يعني، ما هياش اخر الدنيا، ما هياش حاجه حت يعني هتغير رايك في العربيه، بس شوفوا المصنعين كلهم التانيين بيعملوا ايه. بس ثقه في الملفات قوي العربيه دي، والتمايل قليل جدا، التعليق مظبوط ظابطه، وتوزيع الوزن في العربيه عمال اشكر بس.
اخ يعني هايله، ما اقدرش اقول غير كده. وبالاول ويل درايف سيستم مظبوطه ظابطه هايله، لا تمايل، عزل الهواء كويس جدا، واحده من افضل الاس يو فيز شكلها كده فعلا ومكمله. اكيد واحده من افضل الاس يو فيز مقارنه بهي، فهي فين؟ هي عربية اقتصادية في كل حتة في العالم، سيبكم مننا احنا الارقام بتاعتنا ضربت خالص يعني، اوكي، لكن هي مفروض في الاساس عربية اقتصادية. ففي اللي انت بتدفعه فيها، ان كان برضو الانتقاد ان سعر العربية دي غلي، ولكن هي بتقدم كتير جدا، عزل جيد جدا، تكييف ياباني، موتور اعتمادي جدا بهورس باور كافي عليها وعزم كافي، السي في تي بتاعهم كويس، بديكم الملخص كله، وضع القياده كله ما فيهوش اي حاجه تتعب العربيه، الايجابيات فيها كتيره جدا، والثبات بتاع العربيه مع الاول ويل درايف سيستم بالتعليق حقيقه مش لاقي انتقادات تقريبا. تعالوا نجرب التسارع، لو طلع تحت التسعه برضه يبقى هايل. تعالوا نعمل تجربة التسارع، لو أي حاجة أقل من 9 يبقى هايل على فكرة عشان تبقوا عارفين يعني. حاططها في S، أوكي، مفيش أي حاجة تانية أعملها، ممكن أديلها برضو كده إيه شوية بوست مع الفرامل عشان بس نحفز التربو شوية، وقافل الثبات وكده، العزم على آخره. طبعا كده السي بي تي بيعمل نقلة 9 ثواني بالظبط، في شوية هوا في وشي، هنعكس التجربة عشان نشوف، وبالمرة نجرب الفرامل الحادة. عربية معمولة كويس قوي وثباتها كويس قوي، وما فيهاش حكاية الفرامل تداركوها اللي هي في البريك ديسكس بتاعت العربية. نعمل تجربة تانية عكس الاتجاه، تجربة تسارع كمان عكس الاتجاه عشان نشوف بس الهوا. اوكي، رجلي على الاخر خالص، هي بالظبط، ما جلتش 9 ثواني يعني كويس. وزي ما شفتوا تجربة التسارع 9 ثواني بالظبط في الاتجاهين عكس الهواء ومع الهواء، ما فرقتش خالص. اوكي، الانتقادات قعدت افكر، الانتقادات تقريبا مفيش، قليلة قوي يعني. اوكي، ما حطوش بلايند سبوت، ما حطوش 360، ونظام الترفيه ده ممكن انتقده شوية ان هو تبسيطي بزيادة وسهل الاستخدام، دي ميزة برضو، ولكن الشاشة كانت مفروض تبقى أكبر شوية، يبقى فيها شوية رفاه أكتر، والعدادات برضو إن هم عملوا هاف ديجيتال مش كله ديجيتال، ليه ما كانوا عملوها؟ لكن لو هتكلم على الانتقادات الميكانيكية والقيادة والثبات والتعليق والفرامل فتقريبا مفيش. أوكي، السي بي تي، هتقولوا لي السي بي تي، السي بي تي بتاع هوندا وتويوتا غير السي بي تيز التانية خالص، مريحة جدا في المدينة، متعة القيادة بتاعت السي في تي حلوة ولا لأ؟ لأ، بس العربية فيها عزم عالي، لكن طبعا لو كان فيها ناقل حركة زد اف أو ايسن كان ممكن تبقى الدنيا ألذ، لكن هو برضو مريح جدا في المدينة. فبالنسبة للانتقادات الميكانيكية والعربية والتصميم، لأ اتحسنت جدا، والانتقادات تقريبا اتشالت، هي الحتت اللي جوه اللي كانوا يراجعوها كانوا بقت العربية تقريبا بيرفكت. أوكي، للأسف قاتلة السيدان 2.0 الجيل السادس اتحسنت من اللي قبل كده شكلا وموضوعا، مش عارف اقول لكم ايه تاني، بس كده.